تقوم جمعيات حقوقية ومنظمات مختلفة من المجتمع المدني الفرنسي بحملة تعبئة غير مسبوقة في سبيل ممارسة الضغوط على الحكومة الفرنسية ودفعها إلى اتخاذ قرار بإعادة نساء وأطفال داعش من الفرنسيين أسوة بعدد من الدول الأوروبية. وتبرر المنظمات الحقوقية رفض الحكومة إعادتهم لعدم إثارة أي مواجهات مع الرأي العام بشأن هذه المسألة. وتعد فرنسا أكثر دولة أوروبية تعرضت لهجمات إرهابية، مع الإشارة إلى أن عدد الأطفال الفرنسيين من أبناء إرهابيي داعش يقدر بنحو 200 طفل غالبيتهم دون السادسة.